كيف سنفل هذه المباراة؟ والله لو ضاع الصوت، والله لو بحت الأصوات، لا صوت يعلو فوق صوت النسور. جماهيرنا كلاف ملايين. عبرناها والدم كان غني معنا والتك كان زاد عبد الخوف والرب كان حبوا الراب ولا في الشبكة اي هاو الحسو هانا ولاكم طار وصغار واقفين معاكم كلها تسأل على حالكم في العليل نحبوا الرابكم يا شعب بلادي كل عام حيين بخير حد ما يوقفنا كان العليل كبير بين عجيب يبري عالطبلة والبنتين ده صوت يعلو فوق صوت الجماهير كل اعتصام هانا بدينا بيك العام اين انت يا عصام صور بوردو يا بيكاسو فيهم ليه ماركي براسو شعب التونسي حب الهيجة وبيزرو براس بهيجة يا شعب بلادي كل عام حيين بخير حد ما يوقفنا كان العليل كبير بيراجي بيبري عالطبلة والبنتين لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير ويجا فرح معنا وشعلي كل اعتصام هانا بدينا بيك العام اين انت يا عصام صور بوردو يا بيكاسو فيهم ليه ماركي براسو شعب التونسي حب الهيجة وبيزرو براس بهيجة يا شعب بلادي كل عام حيين بخير حد ما يوقفنا كان العليل كبير بيراجي بيبري عالطبلة والبنتين ده صوت يعلو فوق صوت الجماهير ويجا فرح معنا وشعلي كل اعتصام هانا بدينا بيك العام اين انت يا عصام صور بوردو يا بيكاسو فيهم ليه ماركي براسو شعب التونسي حب الهيجة
هيجاب يا شعب بلادي كل عام حيين بخير حد ما يوقفنا كان العلي الكبير بلاجي ببري عالطبلة والبنتي لصوت يعلو فوق صوت الجماهير هيجاب رحمانة وشعليل العين دقيقة انزف فيها كل